عرش سوى من عهد الديهات والنسي أراضي في جنة الأرض رب العرش سوى مقوى على طريق الفرقة لو بتضيتك معي بقى يا عمري يا غالي البعد قتلي أطربت الأغنية الإماراتية جمهور إكسبو 2020 دبي والتي أحيها النجمان ميحد حمد وفايز السعيد تحت ظلال قبة الوصل والتي جاءت ضمن أمسيات خالدة، فكانت المرة الأولى اللي بطل فيها ميحد حمد على جمهوره بالحدث الأروع عالمياً. ليلة مزجت بين الطرب الأصيل والأغنيات الشعبية الإماراتية مع الرومانسية والإيقاعات السريعة واللي أخذت الجمهور برحلة غنائية بين الماضي والحاضر تألق فيها الصوت والإيقاع. طبعا أنا سعيد في هذه المشاركة، خصوصا أن في ساحة الوصل اللي اشتغلت فيها من بداية افتتاح إكسبو، بداية الافتتاح كانت لي دور كبير في الموسيقى الإماراتية مع العرض اللي كان، وأيضا لحنت الرائعة اللي كانت بين صاحب السمو الشيخ محمد، من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والشاعرة فتاة العرب. فاليوم أشوف هذا العرض أنا راح أقدمه بالأغاني اللي راح أغنيها واللي لحنتها، وأيضا بمشاركة رائد الأغنية الشعبية الإماراتية الفنان الكبير ميحد. سفير الأغنية الإماراتية فايز السعيد وقدم خلطة ساحرة من أبرز أغنياته اللي واكبت مسيرته الفنية الطويلة وسط انسجام وتفاعل كبيرين من قبل الحضور، من أبرزها كريم أنت وأنا استاهل وجيتك على الموعد العمارة ومرت سنة. والله أكيد حسب طلبات الناس دائما يحبون الأغاني القديمة مثل جيتك على الموعد، مثل ينسى وأنا ما تناسيته، الحق عيني، حرمت عيني، العمارة، كثير من الأغاني اللي القديمة يطالبوني فيها دائما. أكيد يوم مميز بنسوي، ما أبغي أحرق المفاجأة بس بنسوي شيء كبير إن شاء الله بيكون على ساحة الوصل إن شاء الله. ما فينا إلا نقول كانت ليلة أسطورية للأغنية الإماراتية مع رائد الأغنية الشعبية فنان الإمارات الأول ميحد حمد، والتي أخذت الجمهور إلى رائحة التراث وعمقه وجماله، تغني بالقيم والفروسية على خلال الصوت الله يا دار زايد، وردد الجمهور معه وهو اللي غنى لأهم الشعراء. الله يا دار زايد في محلا ميحد حمد أحد رواد الأغنية الشعبية فنان الإمارات، استطاع أنه يرسم أسلوب خاص به، أغاني قادمة من الصحراء من عمق التاريخ، وهو ما جعل الجمهور يغني بانسجام لا مثيل له. ارتفعت هواتف الحضور لتصوير الحفل، مقدمون الاستعراضات الإماراتية وسط الإيقاعات والألحان التراثية الشعبية الشهيرة، حيث أدى ميحد باقة من أشهر أغنياته القديمة إلى جانب بعض أغنيات ألبومه ما تردني حدود بمصاحبة آلة العود من أبرزها وين يا الغايب يا قمر وحطني في عيونك وعرفي أضل عشق ميت عوض
إكسبو بالأغنية الإماراتية اللي سكنت وجدان الجمهور وأشعلت الحضور بليلة من ليالي العمر.